وصفت بأنها أشرس امرأة في التاريخ. يستحيل حاليا معرفة الحد الفاصل بين الحقيقة والخيال في قصتها المروعة، لكن شهرتها بأنها مصاصة دماء أسطورية لا يتفوق عليها فيها إلا الكونت دراكولا. ولدت إليزابيث باثوري في عام 1560، وقد حظيت بجمال المظهر والثروة والتعليم الممتاز والمكانة الاجتماعية الرفيعة، بوصفها أحد أفراد أسرة باثوري التي حكمت ترانزلفانيا كإمارة مستقلة فعليا داخل مملكة المجر. وكانت عائلتها لها سمعة سيئة نتيجة لسلسلة من الأعمال المنحرفة لأفرادها، بداية من أحد أجدادها الكونت دراكولا التي انبثت من دمويته أسطورة مصاصي الدماء المعروفة، كما أن عمها كان يعتقد أنه عبدا للشيطان، وعمتها كلارا كانت مثلية الجنس وتميل إلى تعذيب الخدم، وشقيقها ستيفيان مدمن للخمر. عرف عن والدها إليزابيث الجنون، فقد كانوا يضحكون ويبكون بلا سبب فعلا. الأرجح كانوا يعانون من اضطراب عقلي ما. يقال أن والدها قتل أمامها طفلا وهي في عمر 9، وربما كانت هذه الطفولة القاسية هي التي أدت للسلوك المنحرف لها بعد ذلك. وهي في عمر 11 خطبت إلى فيرنس نادوشدي المنتمي إلى عائلة أرستقراطية مجرية أخرى، لكن بعد عامين أنجبت طفلا من عشيق من طبقة أدنى، فقام نادوشدي بإخصاء هذا العشيق ثم إلقائه للكلاب لتمزقه إربا. أما الطفل الذي كان فتاة فقد أخفي سرا عن الأنظار. تزوجت إليزابيث من نادوشدي وهي في 14، وعاش الزوجان الشابان في قلاع نادوشدي في المجر. كان زوجها هو أول من علمها أساليب التعذيب قبل القتل في دروس حية، بأن جعلها تقطع أوصال ثم رؤوس الأسرى الأتراك. كان يلاحظ استمتاعها وابتكارها لأساليب جديدة، وعندما ابتعد عنها لظروف العمل وجدت في نفسها شهوة للفتيات، فأخذت تلهو مع الخادمات الصغيرات، وبعد أن تمارس معهن الجنس تقوم بتعذيبهن وتمزيق لحمهن، وفي النهاية كانت تذبحهن. وكان يساعدها في التعذيب والتقاط الفتيات من الريف خادمها الأعرج وسيدة شريرة اسمها آنا دارفوليا. وكانت الكونتيسة تستمتع بتجويع الفتيات أسبوعا كاملا، وتغرس الدبابيس في شفاههن وتحت أظافرهن وتحرق مناطقهن الخاصة وبعدها تقتلهن. ذات يوم وبينما كانت خادمتها تضع اللمسات الأخيرة على شعرها، تفاجأت إليزابيث بشد شعرها بقوة من قبل الخادمة التي اعتذرت مذعورة عن هذا الخطأ، لكن إليزابيث وبشكل غريزي أمسكت بمقصها الفضي وضربت وجه الخادمة الشابة بقوة ليسال دم الفتاة المذعورة على يد الكونتيسة. بينما كانت إليزابيث تمسح الدماء من يدها، لاحظت أن جلدها بدا أنعما وأكثر نضارة من ذي قبل، فاستشارت حاشيتها الذين وافقوا رأيها على الفور خوفا من غضبها، ناسجين قصة من محض الخيال عن امرأة نبيلة في الماضي كان لدم العذروات الشابات تأثير مماثل لما حدث معها، فأصبحت جميلة حتى آخر يوم من حياتها. فاستدعت إليزابيث تلك الخادمة التي شق وجهها، وقامت بسحبها من شعرها وتعليقها من قدميها بسلسلة من الحديد الصلب فوق حوض الاستحمام، وقامت بقطع حنجرة الفتاة ليسال دمها بغزارة داخل الحوض الذي استحمت فيه إليزابيث. وخلال سنوات قامت إليزابيث بتعذيب وقتل نحو 600 فتاة من الفتيات الفقيرات و25 من العائلة المالكة، فقد وجدت أن دم الخادمات ليس فعالا بشكل كاف في استعادة الجمال، فلجأت للدم الملكي. مع اختفاء الكثير من الفتيات بدأت الشائعات تنتشر عن أنشطتها السادية في القلعة، فتوجه أحد القساوسة إلى السلطات المجرية التي بدأت التحقيق في الأمر عام 1610. في شهر ديسمبر من العام نفسه ألقي القبض على إليزابيث وأربعة من خدمها وأصدقائها المقربين الذين اتهموا بأنهم شركاؤها. حكموا جميعا وثبتت إدانتهم، أعدم 3 منهم وحكم على الرابعة بالسجن مدى الحياة. أما إليزابيث فلم تحاكم بسبب مكانة أسرتها الاجتماعية، لكنها حبست في قلعة حيث ظلت في حبس انفرادي في غرفة سدت نوافذها بجدران حتى عمر 54 عاما، عندما توفيت في تلك الغرفة عام 1614. ظهرت شخصية إليزابيث باثوري في العديد من الأفلام، وغالبا ما كانت تظهر كشخصية ثانوية في أفلام الرعب التي تدور عن مصاصي الدماء، ولكن هناك عدة أفلام أوروبية تناولت حياتها كشخصية رئيسية،
مثل الفيلم السلوفاكي باثوري عام 2008 والفيلم الفرنسي الألماني المشترك The Contest.